تعريف الثقافة هي السلوك والمعتقدات والعادات، قيم مجموعة من الناس ومبادئ تنظيمهم الاجتماعي، وتشمل أشكال تعبير هذه المجموعة وتراثها وثقافتها المادية مثل التكنولوجيا والهندسة. هذا التعريف الطويل أو التعريف خلينا نقول العلمي. تعريف أبسط بالذات إحنا مرات بنستعمله بالشغل، كيف إحنا حنشتغل مع بعض لنحقق أهدافنا باتخاذ قراراتنا. هل في استقلالية عند المجموعة أو عند الشركة بالناس إنهم يتخذوا قراراتهم، ولا اتخاذ القرارات بس بيصير من المدراء أو من قادة الشركة؟ كيف إحنا هنشتغل مع بعض إذا إحنا في بيناتنا خلاف؟ هل إحنا دايركت بنحكي مع الشخص دايركت ولا بنجامل بعض؟ بهاي الشركة كيف إحنا هنشتغل مع بعض؟ هل إحنا عندنا بيئة بنعرف بعض على شكل شخصي، ولا بس إحنا بنركز بس على الشغل؟ فكل هاي العوامل والعناصر بتفرق من شركة لشركة، وهي بتحدد ثقافة هاي الشركة. وتعريف التغيير الثقافي هو المجهود المبذل بغرض تغيير السلوك، الطباع، عقلية، معتقدات، أسلوب عمل أفراد المؤسسة لدعم المؤسسة لتحقيق استراتيجيتها. فإذا إحنا قررنا مثلا إنه إحنا بدل ما نشتغل من المكتب نشتغل من البيت مثلا، كل الشركة قررت إنها تشتغل من البيت، هذا تغيير سلوك وتغيير عقلية. إنه العقلية هون إنه لا، كويس إن الواحد يشتغل من البيت أو كذا، يمكن هيك العقلية بتفكر بهذا الوضع. تغيير ثقافي يمكن يكون احنا كنا ما نستعمل الاي اي بشغلنا، هلا احنا بنستعمل الاي اي، وبدل ما نتخذ قرارات عن طريق خبرتنا هذا سلوك معين، احنا هلا بنتخذ قرارات على كيف الاي اي بيعمل احصائيات او اناليز للانفورميشن. هذا تغيير ثقافي. احنا كنا شركه مثلا ما عندنا فيدباك، وهلا احنا نحكي لبعض، نعطي لبعض فيدباك، واظن بسموها بالعربي التغذيه الرجعيه، بعرفش اذا هذا الاسم بتداولوه، بس هو انه انك انت تعطي رايك بشغل شخص ثاني. يمكن الشركه تقول خلينا يكون عندنا هذا النوع من التعامل، هذا تغيير ثقافي. فتغيير الثقافي يمكن يكون سببه امراض استراتيجي، يمكن يكون سببه انه الشركه بدها يكون عندها بيئة عمل إيجابية.